السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ يا كلشي بخير. اليوم فيديو جديد على قناتي وكنتمنى تكونوا بالف خير ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم واحد الحلوه ديال دوا زتاي. عندي نص كاس ديال الزيت علبه، نص كاس ديال السكر كلاصي علبه، وجوج بيضات، وكاس لاروب ديال النيدو محمر، واحد جوج ساشيات ديال الفاني، واحد الخميره ديال الحلوه، وحده ديال الكاكاو، و 250 غرام ديال مارغارين، زبده مارغارين. وعندي هنا دقيق على حساب الخليط. دابا البنات دابا غادي ندلكو دابا مارغارين السكر مع نص كاس ديال السكر كلاصي. دلك مارغارين مع مع السكر كلاصي مزيان، تنسجم ديك العناصر كلها، عاد نزيدو ليه الزيت. الزيت و دابا غادي نضيفو نص كاس ديال الزيت ديال العلبة. I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out. دابا غادي نديرو كاس لاروب ديال النيدو محمر. تاخذوا بسكويت ديال 2 دراهم وطحنوه وديروا مع الحلوه، راه كيجي هائله. دابا البنات غادي نديرو بيضة، من بعد غادي نزيدو الأخرى. الثانية دابا غادي تخلط العناصر كلها باش تخلط معتا. بعد البنات دابا غادي نضيفو الخميرة والدقيق. I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. صافي دابا البنات باش جمعت العجينه باش ما تكون قاسحه، ما تكون قلت لكم ماما خاصها ما تكونش قاسحه، ما تكونش جاريه باش تخرج لكم في البوق. دابا البنات غادي درتو ماما في بلاستيكه باش الا غادي نخدمها في البوق تجي لينا سهله. يلا دابا غادي ندهنوا الطاوه. غادي نحتاجوا البنات هاد البوق. كيفاش كتجي البنات؟ ديريها من هنا. دابا يا البنات هاد نفس العجينه نيت، زدت عليه ماما شويه ديال الكاكاو باش نزينو فيه الحلوه. راه البنات هاد الحلوه راه كتجي هائله وهشيشه.
لا في المنظر لا في الشكل لا في المذاق. دابا البنات ملي زينا دابا الحلوه ديالتنا دابا غادي ندخلها للفران، خاص العافيه تكون مهيله بزاف باش تجي لكم محمره وهشيشه. صافي البنات الطاوله الاولى راه سوقناها زيناها بالعجينه ديال الكاكاو، وهذه غادي نزينوها بشويه ديال الكوفيتير والكاوكاو، ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي. والفران البنات خاص يكون مهيل على النار مهيله بزاف باش تجي لكم هشيشه وطيبه حتى من الداخل ديالها. ايوا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالتنا ديال اليوم. هذه راه زوقناها بشويه ديال الكوفيتير وشويه ديال الكاوكاو مطحون محمر ومطحون، وكنتمنى تجربوا هذه الحلوه ديالتنا ديال اليوم. ولا تنسوا الاشتراك في قناتي وتدعموني باللايكات، وشكرا لكم بزاف بزاف. ان شاء الله تلقى فيديو جديد ان شاء الله. بالسلامه عليكم.